توقع مركز الأرصاد استمرار تأثير الأتربة المثارة والعوالق الترابية على أجزاء من مناطق الشرقية والرياض ونجران، وتمتد إلى الأجزاء الشرقية من مناطق عسير والباحة ومكة المكرمة والمدينة المنورة، كما تنشط الرياح السطحية المثيرة للأتربة على أجزاء من شمال المملكة، وسماء غائمة جزئيا قد يتخللها سحب ممطرة على أجزاء من تلك المناطق. تحديثات الطقس مع محلل الطقس في مركز الأرصاد ضيفنا عبر الهاتف عقيل العقيل. أهلا بك أستاذ عقيل، مساء الخير. إذن العوالق الترابية والأتربة المثارة لا زالت تتأثر بها معظم مناطق المملكة خصوصا المناطق الشرقية والرياض، هل هناك توقعات ب يعني انتهاء هذه الموجة الغبارية قريبا؟ أهلا وسهلا. أهلا بك. طال عمرك في وقت التقلبات الجوية أو وقت الفترات الانتقالية ما بين فصل حتى فصل حل خاصة فصل الشتاء والربيع تكثر به التقلبات الجوية بشكل واضح وملحوظ. فمثلا يكون في بداية النهار أجواء دافئة ثم تصبح في نهاية المساء أجواء باردة، وهذا ما نشاهده خلال الأيام السابقة، والتقلبات هذه تساعد في حركة الرياح بشكل واضح وملحوظ خاصة الفروقات في درجات الحرارة وقيم الضغط الجوي. وهذا ما نتوقعه، استمرار الرياح نشطة بشكل واضح وملحوظ والعوالق الترابية والأتربة المثارة، بل نتوقع إن شاء الله والعلم عند الله أن تتكون عاصفة ترابية يوم الأربعاء القادم تؤثر على منطقة تبوك والجوف والحدود الشمالية وحائل، ويمتد تأثيرها ليشمل أجزاء منطقة مكة المكرمة والمدينة المنورة والقصيم والشرقية والرياض. نعم، فيما يتعلق ب يعني هطول الأمطار وتوقع هطول الأمطار، أبرز المناطق التي من الممكن أن تلحقها الأمطار خلال هذا الأسبوع؟ خلال هذا الأسبوع إن شاء الله متوقع أن تكون الأجواء غائبة لغائمة جزئيا على أجزاء من منطقة تبوك، الجوف، الحدود الشمالية، ولا يستبعد أن تهطل بعض القطرات الخفيفة المتفرقة من المطر قد تكون متوسطة أحيانا على أجزاء من تلك المناطق. جميل. فيما يتعلق ب يعني انتهاء هذه الموجة الغبارية، هل نتوقع أن تستمر يعني إلى انتهاء هذا التقلب في الفصول أستاذ عقيل؟ نعم، متوقع أن تستمر حتى يعني كحد أقصى حتى الأسبوع القادم إن شاء الله، هذا ما نشاهده خلال نماذجنا العددية. أشكرك محلل الطقس في مركز الأرصاد الأستاذ عقيل.